فيما يخص السؤال ديالكم حول القانون المالي ديال 2024، هل سينصف المطالب ديال المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة المتوسطة، يعني المطالب ديال الكونفدرالية، سميتو التوجيهات ديال السي أخنوش اللي وجهها للمصالح الوزارية ديالو في المذكرة التوجيهية، يعطاهم واحد الربعة ديال لي زاكس ما فيهمش يعني مطالب ديال الكونفدرالية، فيهم الدولة يعني بالنسبة ليلو كيركز على ليتا سوسيال، يعني الدولة الاجتماعية، وكي يهدف الى تحسين المعيشة ديال المواطن. ولكن هل يمكن تحسين الظروف ديال المواطنين بإفلاس ديال 20,000 مقاولة في 21 و 25,000 في 22، ودابا حنا في البداية ديال السنة أكثر من 5,000، هذاك الأرقام اللي كتنشر ديال 3,000 وديال 16,000 غادي تكون في الأخر ديال هاد السنة ولا 15، غير دقيقة، لأنه هذيك كتهم غير الشركات يعني المعنوية، يعني لي بيرسون مورال، يعني الشركات المقاولات اللي عندهم شركات وكيديروا يعني الإفلاسات ديالهم، كيعنوا على الإفلاسات ديالهم بالإجراءات في المحاكم. اما المقاولات الذاتيه اللي هي اغلبيه ديالها يعني كتشكل اكثر من ثلثين ديال المقاولات الصغيره جدا، هذه كتعلن على الافلاس ديالها بلا ما كدير هذه الاجراءات، وما كيتمش الاحصاء ديالها من طرف المكاتب المعنيه والهيئات المعنيه بهذا الاحصاء. دونك كنشوفوا بانه الارقام ديال الافلاسات ديال المقاولات الصغيره جدا، وهذوك كلهم راني مواطنين، يعني كنشوفوا المعيشة ديالهم كتدهور، كنشوفوا القطاع الغير مهيكل اللي في التقرير ديال البنك الدولي الأخير أعطى رقم مهول وخطير جدا، 77.3% ديال الشغيلة في المغرب خدامة في قطاع غير مهيكل، يعني من أصل 3 ديال 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 المواطنين يعني كيشتغلوا، كنلقاو 2 كيشتغلوا في قطاع غير مهيكل. يعني كيفاش هاد التحسين ديال هاد الظروف ديال هاد الناس؟ حنا كنعرفوا كيفاش كيشتغلوا في قطاع غير مهيكل، يعني بظروف يعني مزريه، يعني بتعويضات ولا يعني بالاجور يعني زهيده جدا، يعني ما كتتماشاش حتى مع القانون الرسمي ديال البلاد ديال السميك. وثالث حاجه ما عندهمش لا تعويضات ولا امكانيه انهم يفتحوا يعني منازل ديالهم، وهذا بالقروض كما كيديروا الموظفين يعني اللي هما عندهم عقود يعني رسميه، يعني كيبقاو خدامين وهما ما عندهمش المصير ديالهم غير امين، لا من ناحيه يعني الاجور ولا من ناحيه ديال الظروف ديال العمل، كذلك من ناحيه ديال الائتمان ديالهم، لا سيكوريتي ديالهم في الخدمه، يعني ما كاينش ظروف ديال الامان في الخدمه ديالهم. ثالث حاجه ما كاينش امكانيه انهم يعني يكون عندهم ان سالير فيكس ويفتحوا الحسابات ديالهم بنكيه عن طريق هذاك السالير ويتفيرسالهم، ويكون عندهم امكانيه انه يديروا دي كريدي ديال لوجمون، كريدي ديال السيارات الى اخره، بحال الجميع ديال الناس اللي كيشتغلوا يعني بصفه رسميه. واكثر من هذا يعني الظروف ديال يعني يعني لا روتريت ديالهم، يعني ما عندهمش روتريت، ما عندهمش سميتو امكانيه انهم في الاخر ديال المشوار ديالهم ديال الشغل ديالهم يكون عندهم واحد لا روتريت، يعني كيخدموا يعني بالنهار بنهار، ويقدر مول الشغل يقدر يشري عليهم. هادو كيكونوا ايضا كيكونوا مقاولات عاوتاني صغيره جدا، هادوك الناس اللي كنشوفوهم كيفرشوا في الارض ولا كيخدموا كيبيعوا بالتقسيط في يعني في حنا كنشوفوا فصل الصيف كنشوفوا مجموعه ديال الانشطه
اللي في الخدامين في القطاع المغربي، لا في لي بلاج ولا في المنتجعات ديال السياحه الى اخره. كنشوفوا بزاف ديال الانشطه اللي لاحظتوا اغلبيتها كتلقاها غير منظمه وخدامين في القطاع المهيكل. هادو ما كيكونش عندهم يعني مستقبل مضمون. دونك كيفاش بغينا في الظروف هذه كامله زيد عليها نسبه البطاله اللي ارتفعت اكثر من 12%، يعني كانت 12.9 دابا 12.6، يعني ديجا 12 بزاف. جوج الارقام كنا شحال هذه عمرنا ما كنوصلوا لهاد جوج الارقام، يعني غالبا كتكون 9% 8 فاصله الى اخره، هذه لا في يعني في الحالات المزريه. دابا وصلنا ل 12.6 وعاد باقيين كنهضروا على تحسين الظروف ديال المعيشه ديال المواطن. دونك هنا كيبان بانه يعني الحكومه باقا غادا في السياسه ديالها اللي ما عطاش النتيجه، سياسه يعني فاشله. واكثر من هذا يعني ما عطيش اهتمام للمقاولات الصغيره جدا الصغرى المتوسطه اللي كتشكل اكثر من 99% من الاقتصاد ديال المغرب. دونك اكثر من 7 المليون ديال المقاولات الصغيره جدا كاينه في المغرب. دونك كيفاش انت ما هاد القوه الاقتصاديه هائله وهذا الخزان هائل ديال التشغيل ديال المشغل، هو المشغل الاول هو اللي كيحافظ لك على السلم الاجتماعي، هو اللي كي يعني كيخلق لك مناصب الشغل والثروه الى اخره، وانت ما عطيهش برامج اللي كتهمه، يعني كتخلي انه يزيد يعني شركات كتسد يزيد ينخروا الاقتصاد الغير مهيكل. واكثر من هذا كنشوفوا منافسات من القطاع غير المهيكل، منافسه من الشركات الكبرى الاحتكار ديالها، وما كاينش برامج ديال الولوج للتمويل، ما كاينش برامج ديال الولوج للعقار لهاد الفئه يستافدوا من العقار الشركات ديالهم، ما عندهمش امكانيه انهم يستافدوا من الصفقات العموميه. وتطبيق ديال القانون ديال 2013 يعني قانون 156 ما كاينش الهضره عليه، يعني ما كاينش هضره على بزاف ديال الامور، ما كاينش هضره على برنامج ملكي ديال التمويل ديال الانطلاقه. وكنشوفوا كنهضروا على اوراش وكنهضروا على فرصه، هادو جوج ديال البرامج هادو كنسميوه حنا سوسيال، هادو ماشي برامج مقاولاتيه. يعني فرصه مع كامل احتراماتي يعني واحد الفئه بسيطه جدا اللي كيستافدوا من هذوك القروض، قروض يعني بسيطة جدا، يعني ما يعني واحد فئة معينة اللي تقدر تستافد منها. أما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى المتوسطة ما عندهاش إمكانية ديال التمويل. دونك الحكومة ما دارت حتى شي برنامج، والوزارة اللي كنشوفوا الوزارة الوصية اللي هي تنشئات ديال المقاولة الصغرى، وهذا غدا البرامج يعني ديال كما كنسميوها برامج كوكوت مينوت. هو تا البرنامج اللي طلقوا الوزير الوصي القطاع ديال المقاولات الصغرى، انا معاك انا مقاول بليتو، برنامج انا مقاول ما تذكرش في المذكره ديال اخ النوش، بل ركز على اوراش وعلى فرصه، يعني تغاضى على ذاك البرنامج اللي الوزير عطى الاهتمام ديالو بزاف، ودار ان ديبارتومون خاص في لانابيك اللي غادي يتكلم بهذا الموضوع، ودار بزاف الاجتماعات بزاف ديال الوقت والانرجي والامكانيات الماديه والبشريه اللي تجندت له، وحتى الاعلام الى اخره. ولكن كنشوفوا بانه هو ما غيعطيش النتيجه، لانه رئيس الحكومه ما مدعموش، كنشوفوا انه ما مدعموش لانه في المذكره ما جبدوش نهائيا. دونك حنا كنشوفوا بانه ما كاينش شي برنامج يعني مستقبلي لهذه الفئه، هاد الفئه يعني الحكومه بحال ما باغاش تخدم معها وما قداش تخدم معها، يعني حتى الحوار ما كايناش حوار يعني مع الحكومه باش يمكننا نقولوا بان هذه الحكومه راه عندها رغبه باش تطور الوضعيه ديالها. بالعكس كنشوفوه مع الباترونا يعني عندهم حوار وعندهم يعني قنوات ديال التواصل دائم، وعندهم بزاف ديال الاخر، والدليل على ذلك انهم كيتحاوروا معاهم في القانون الماليه وكياخذوا بالمقترحات ديالهم على خلاف المقاولات الصغيره جدا والصغرى المتوسطه. حنا دابا تقريبا هذه 6 شهور وحنا كنتسناو وزيره الماليه
باش تعقد الاجتماع، ووعدتنا في ديسمبر 2022 بانه غادي نديروا الاجتماع في يعني في 3 شهور الاولى ديال 2023. الى حد الان حنا في شهر 8، حنا داخلين على الدخول يعني شهر 9، يعني علينا 6 شهور من بعد يعني 3 شهور الاولى، ما كاينش يعني هذا الاجتماع. من هنا لهنا كاين كيتم اتصال وكيقولوا لنا بانهم كيوجدوا الاجتماع، غادي يوجدوا الكالندري ديال الوزيره يعني عمر عندها هادي، عندها سفريات، عندها هادي، عندها هادي. ولكن ملي كتجي الباترونا ما كيبقى لا سفريات ولا والو، كيكون واجدين، كيكون عندهم الوقت وعندهم كلشي. دونك هنا كيبان بانه الرغبه ما كاينش الرغبه اكيده. دونك هنا في القانون المالي هذا لا ينصف المقاولات، وغيتكرر القانون المالي ديال 2023 اللي قلت انه، وقلت في هذاك القانون بانه هذا كيغني الغني وكيفقر الفقير. حتى نفس هذا القانون هذا كنشوفوا التوجهات، غادي تغني الغني، غتزيد تغني الغني، وغادي تزيد تفقر الفقير.